علامة تماس لليوفي، عاد اليوفي إلى الدرجة الأولى ولكن لم يصل إلى منصة التتويج. ضربة راس عملها الكبير، نعم عملها الكبير، عملها الثنائي الخطير من تريزيجيه إلى ديلبيرو، نعم من المتعة إلى الأمتع، من السحر إلى الساحر، من الساحر إلى السحر، قل ما شئت قل ما شئت، إنه تريزيجيه وديلبيرو، إنه أفضل ثنائي في الدوري الإيطالي هذا الموسم. نعم نعم نعم، ينجح النجم الكبير ديلبيرو في أن يرفع رصيده للهدف رقم 15، 15 ديلبيرو و18 هدف تريزيجيه، يعني 33 هدف هما الاثنين. شوف الثنائية، شوف الجماعية، شوف الإيجابية، شوف متعة كرة القدم الحقيقية، شوف التواضع، شوف البساطة، شوف الجماعية، شوف عدم الأنانية رغم الصراع الكبير من أجل نيل حظ لقب أفضل هداف وهو إلى آخره.